اهلا حبيباتي، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. كما كتشوفوا انا عادي يلاه فيقه من النعاس. المهم وجهي هو اللي غسلته فقط، مي باقي ما دايره حتى شي حاجه. فقط انني عواله باغا نمشي انا وساره نخرجوا نتغداو شي حاجه بحال هكا، وانا هي نخرج نشري ليا خاصني شي حاجه في المكياج البنات. لحقاش المكياج ديالي لقيت شحال من حاجه شحال من حاجه تقريبا. شنقول لكم، عندي هكاك المكياج، ولكن كاين بزاف منهم اللي الصلاحيه ديالتهم او التاريخ ديالهم سالا وما رديتش لهم البال نهائيا، رغم انهم باقيين مزيانين باقيين عامرين، غير كنشريو كنحط نشريو كنحط. ولكن قررت انني نحيدهم، لان مؤخرا كاين شي مكياج كنديرو، يعني ملي كنتفكروا كنجبدوا باش نديرو، وليت كنحس بعينيا من هنا البنات كيحرقوني وكيقرصوني بزاف، خصوصا انني انا عندي الحساسيه، يعني دغيا اي حاجه كنتحسس منها صافي. المهم جربت ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، عرفت باللي ان راه المكياج عندي كاين النوعيه ديال المكياج اللي عندي بتات كتخسر. داكشي خاصني ندير واحد لو تخي ونقلب اللي ما عندي ما ندير بها، غادي نحيدها وغادي نشارك معكم هذا الشيء. وقبل ما غادي ندير، المهم غادي نلقى نشوف، لان عندي بزاف ديال الماسكارا وانا نت اصلا باغا نمشي نشري ماسكارا، وغنشارك معكم كاع الماسكارات اللي عندي ونقول لكم شنو النوعيه المزيانه واللي النوعيه ما مزيانش، ونعطيكم الراي ديالي. المهم اليوم انا يا على جيت، انا اليوم جيت البنات باش ندير لكم واحد الفيديو اللي انا كنتمنى انه يعجبكم واول مره غنديرو على القناه، وهو انني غادي ندير التحدي كما شفتوا في العنوان، غندير التحدي باللون الازرق. هكاك فاش قالت لي الصباح قلت اجل اش ما نديرش التحدي باللون الازرق، غادي نحاول ما امكن انني نطبق يعني التحدي ديالي. ما غاديش ما نقولش لكم 100%، ولكن غادي نحاول ما امكن اني نطبقه تقريبا واخا غير 89%. لانكم عارفين رغم اننا كنقولوا التحدي وغنطبقوا هادي ونديروا هادي، الا كاين بعض الحوايج بعض الخطط اللي كنشريوهم ما كيقدرش يكون فيهم داك اللون اللي حنا بغينا نديرو، ولا كيكون مخلط بشيء اخر غير هي، ما يكونوش الوان بزاف، ما تكونش يعني داكشي كما كنقولوا حنا مخلط مع بعضه. المهم انه يكون لون ولا جوج، ولكن ضروري اللون الازرق يكون هو بارز وباين. المهم اللي بغيت نقول لكم ان هذا كيبقى غير تحدي، وهذا غير فيديو ديال الرفاهيه والضحك وصافي، هادشي اللي كاين باش ندوز معكم بقيته زوينه. ونتمنى انكم تقولوا لي الراي ديالكم حتى نتوما. دابا اليوم كنظن ساره غادي تمشي معايا على ما اظن، حيت مره كتقول لي مره كتقول لي لا، غنشوف. كنظن الا مشات معايا حتى هي غنحاول ندير لها تحدي معايا. يلا هو معايا، غادي نشوف شنو عندي، راني حليت الخزانه غادي نشوف شنو عندي. بالنسبه للالوان الزرقاء اللي عندي هنايا، بلاتي نشوف لكم هنا. المهم انا ما ديوش على الروينه البنات، اول مره كنظن غتشوفوا البلاكار ديالي، ما ديوش على الروينه، راه عندي مخرمز دائما كنقول. بغيت نبارطاجي معكم يعني البلاكار ديالي ديال الملابس، ولكن باقي الوقيته ما حناتش. المهم ما ديوش عليا دابا، دابا راه الدنيا عندي مخرمزه. المهم عندي كما كيبان لكم هنايا، انا عندي هنايا كاين هنا البلوسيال. المهم عندي هذه في الازرق، شفتوا فيها خطوطه، عندي هنا هذه تايب البلوسيال، عندي هذه في الازرق، ولكن انا ما بغيتش نلبس كساوي. عندي هاد الصيتي في الازرق، عندي هذه شفتوا. المهم انا اصلا اليوم غادي نلبس سميتو، غادي نلبس بونتاكور يعني سروال ديال الدشيل. ها هو بعدا اصلا كنظن هو اللي غادي نلبس بونتاكور، غنلبس سروال ديال الجين، ها هو كيكون نصاصي، ما بغاش نلبس الكسوه. وشنو غادي نلبس؟ كنظن غنلبس مع هادي، هادي كتعجبني بزاف، هاد زويونه هادي شفتوها كتجي مهلهله نتوما. بالنسبه للسيكان، حيت انا اصلا قلت باش نشوف، بالنسبه للسيكان ما لقيتش عندي شي لون ازرق البنات نهائيا، ما لقيتش اللون الازرق. بصراحه كان عندي واحد الساك في اللون الازرق، ولكن شحال هذه رميته، غادي نضطر انني ندي معايا هذا الساك ديال اللون ديالو الاسود، هذا هو اللي غادي ندي معايا. للاسف الشديد عندي الوانات بزاف، ولكن ما غاديش يجيو، غيجيو كما كنقولوا لا علاقه. الاسود غير ندوزو صافي. المهم كما كيبان لكم هادو هما اللي غادي ناخذ البنات،
حتى نلبسهم ونوريهم لكم. وبالنسبه لساره فانا اختاريت لها شورت هكا في الازرق، اختاريت ليها هذا، لقيت ليها كاين الازرق وفيهم الالوان بزاف، حاولت ما ناخذش ليها بزاف الالوان، المهم خديت لها فيه شويه الغوز. صافي هادشي اللي كان. يلا هاد لابوشيت اللي كتشوفوا البنات حاجه اللي عزيزه عزيزه على قلبي، هادي سوفونير، سوفونير البنات ديال الصغر اكثر من 15 عام، تيقوا بالله البنات حتى اكثر من 15 عام، بقى ما مزوجه ما والو، بقى مراهقه وكانت عندي هاد لابوشيت باقا كنعقل، جابتها لي خالتي من فرنسا وصافي وشديتها وكندير فيها داكشي كاع ديال الحلقات والسنيسلات، ماشي ذهب البنات، غير داكشي اللي كيكون ديال النحاس اللي كنشروه من المارشي ولا كنشروه من شي بلاصه عرفتي. وبقات عزيزه عليا منين تزوجت جبتها معايا، ما سخيتش بها اي طنقه ولا اي خاتم ولا اي حاجه عندي فيها، كانت عندي فيها سوفونير وما بغيتش نلوحهم، الا لحتهم راه لحت الذكريات ديالي. جبتها معايا ومن بعد ملي كنت تزوجت وبقى ما كنعرفش، مهم وكنت كنشري شي حوايج نيت وكنحطهم فيها، وبقات كاينين شي حوايج البنات والله حتى باقيين جداد عمرني ما لبستهم. لقيت فيها اش نقول لكم، لقيت فيها هذيك السنسله ملي كنت لابسه لا غوب بنو لا غوب بلونش ملي الله تزوجت هي والبراسلي ديالها، كيكونوا هكا في الذهبي غادي تشوفوهم. لقيت خاتمي ديال الزواج الاول حتى هو، لقيت شي طوينكات، لقيت بزاف بزاف الحوايج راها مدكسه عامره البنات، خاصني ندير نحيد داكشي اللي ما عندي ما ندير به ونخلي غير الحاجه المهمه لان راها شاده لي نيت البلاصه. ولا قلت لكم واحد الحاجه البنات، من غير خمس اكثر من 15 عام وهي عندي جايه شي 5 سنين عمرني حليتها، كما شديتها وحطيتها في واحد الخزانه ما كنحلهاش، 5 سنين ما كتحلش، عاد اليوم كتب عليها الله وجبتها وحليتها قدامكم والله العظيم. هادشي البنات واخا كنت كنشريه ما كنت كنقدر نستعمله، كان عزيز عليا ولكن عندي الحساسيه، كنديرو غير 10 دقائق صافي والدنيا كتبقى تحرقني، صبعاني كيوليو زرقين ملي كندير فيهم شي خاتم كيكونش ذهب ولا ما كيكونش اسيرون اوكسيدابل، المهم العقل ديال الصغار وصافي. المهم البنات كما كيبان لكم حنا لابسين الازرق، شفتوا حاولنا ما امكن نلبسوا في الازرق. ها انتوما شوفوا ساره، بيان ساره لا انف اكوبي، انتوما ساره حتى هي الصنديله اللي ما لقيناش ليها. صافي وانايا هاد الباسكيت هي اللي لقيت في البلوسيال، صافي هادشي اللي كاين. يلا نتلاقى معكم من بعد. المهم غزلان ديالي كما كيبان لكم حنا صافي وصلنا وكلشي. المهم انايا حاجه اللي بغيت نقول لكم انني انا ما درت البنات لا ماكياج لا حتى حاجه نحل عرفتي، كينصاب وما عنديش لا كريم في الطوموبيل، انا ما درت لا ماكياج لا والو البنات. علاش؟ انا قصده ما ندير حتى شي حاجه لحقاش باغا نشري شي فوند تان وباغا نجرب شي فوند تان اللي يجي ليا مع البشره ديالتي، وحتى في عينيا يعني ما درت لا ماسكارا لا والو، حيت بغيت عاوتاني نجرب شي ماسكارا اللي تكون مزيانه. انا عندي واحد الماسكارا زوينه كنشريها من سيفورا، ولكن المهم غنقلب وغادي نشوف. حاجه نصيحه اللي بغيت نعطيكم، انكم الا كنتو بغيتو تمشيو تشريو شي فوند تان وما عارفين وما حتى حاجه ما عرفتو يجيكم مع وجهكم ولا ما يجيكمش، فحاولوا ما امكن نهار اللي تبغيو تمشيو ديروا تشريو الفوند تان وجاكم ما ديروا له لا ماكياج لا والو، غسلوه مزيان صافي وخليوه وخرجوا هكاك باش ملي تمشيو تقلبوا الفوند تان تعرفوا اللي يجيكم مع البشره ديالتكم. صافي انا حاجه وحده اللي درت انني طرست الحجبان ديالي كما عارفين كما العاده، حيت ميكرو بلايدين بدا كيمشي ليا البنات، انا ما شدش ليا من الاول، ما شدش ليا في الحجبان ديالي. المهم في الاول بان شويه ولكن بعد ما شدش ليا، المهم ما شدش ليش مزيان ما عرفتش علاش. وصافي شنو بغيت نقول لكم، ودرت غير واحد هذا غير واحد المرطب هو هكا غوز كيبان غوز. صافي هادشي اللي كاين.
هي التقديه، حتى من التقديه فيها الساك فيه الازرق، لا كلو ازرق. يلا طلعوا معنا، حنا راه صهدانين. المهم غزلان، انا رجعت لكم من جديد. دابا جيت باش نبارطاجي معكم المشتريات اللي خديت. ما نقولش لكم هذه المهمه كانت صعيبه بزاف، ماشي سهل انني ناخذ التقديه اللي اللون ديالها كيكون في الازرق، صعيبه بصراحه. المهم حنا مشينا على لاباس كما قلت لكم اننا ناخذ الحاجه اللي اللون ديالها ازرق من الداخل، حنا ماشي شغل مع المهم تكون تقريبا اللون ديالها في الازرق. صافي هذا الشيء انا اللي حاولت ناخذ بعض الحوايج غادي نبارطاجيهم معكم دابا. كما كنقول لكم نعاود لكم هذا كيبقى غير فيديو ديال التحدي. اول حاجه غندير لكم بالحوايج اللي خصني ندخلهم الثلاجه باش ما يبردوش، حيت بعدا ما قلتش لكم كنا مشيت انا وساره مشينا للماكدو غديتها هي وكلشي، وخدت لي انا بتيت سلاد وكلشي راكم شفتو، وحاولت كانوا شي حوايج بحال هكا في الزرق وريتهم لكم. دابا غن هذا اوريو اللون ديالو ازرق شفتو بحال هكا، هذا خصني نديرو في الثلاجه حيت كيكون فخي. خدينا هاد جو دورونج ديال لو مونغ اللي اللون البوشون ديالو كانت في الزرق، خديت هذا ديال لوفوا خديته للزوج ديالي اللون ديالو في الازرق بحال شكل الطون ولكن هو الفوا هذا بالزيت الزيتون. خديت هادو البنات اللون ديالهم تهما في الازرق غادي نتعشى بهم في الليل. خديت بغوني، هاد بغوني غادي ندير به الكوتي انا والدراري نتوما، هو ازرق حتى الجوا ديالو الداخل راه في الازرق. خديت لي شيبس حتى هي ازرق، ومن طبيعه الحال ما نسيتش المشيشه ديالتي اللي حتى هي خديت ليها هذا اللي كيعجبها اللون ديالو حتى هو في الازرق. وخديت حتى بلاتي الحليب ديال ماتي نوري لكم، اصلا الحليب ديال ماتين اللون ديالو كيكون ازرق. الحليب ما بقاش عندي واضطريت انني ناخذ الحليب، وجات هي هذيك مع المناسبه قلت ناخذ في الازرق. اما بالنسبه للمكياج فهو هذا، خديت المكياج البنات من سيفورا وخديته من كيكو ومشيت حتى لوكليغ. المهم هنا كاين بزاف ديال المكياج، واخا كيبانش لكم كاين بزاف ديال المكياج، ها نتوما حتى هذه خديتها في الازرق ها نتوما. المهم كاين حوايج مازال ليها، هادشي ديال المكياج غندير لكم فيديو بوحدو وغادي نوريكم المشتريات ديال المكياج بوحدها، اليوم نبقاو غير في اللون الازرق وصافي. هادشي اللي كاين دابا. مهم البنات كنعتذر منكم بزاف لان التليفون ديالي مابقاش بغا يصور ليا، عندي ستوكاج في التليفون عمر ليا بزاف. المهم كما كيبان لكم هنايا انا راني كندير الكوتي واضطريت انني نبدل، مابقيتش قدرت نلبس حوايجي مع الحال سخون، لبست البيجاما بحال هكا تاير في اللون الازرق. المهم بغيت نقول لكم الا عجبكم هذا النوع من التحديات او انكم بغيتي ندير لكم شي فيديو او شي حاجه اخرى فمعكم غير تكتبوا ليا وان شاء الله نحاول نطبق داك الشيء نتوما اللي بغيتو. وكما كنعاود نقول لكم هذا غير تحدي باش نضحكوا به وصافي وندوزوا به وقيت. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير وتبارطاجوا لا فيديو. ودابا غنقول لكم تهلاو في رؤوسكم وكنموت كنحماق عليكم الغزلان ديالي. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.